السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. بالنسبة لفيديو ديال اليوم تحت الطلب ديال العديد الأخوات، ديما كيطلبوا مني باش نصوب لهم لاباط شوكولا بواحد الطريقة سهلة ومبسطة. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نحضرها معكم بجوج الألوان، اللون الأبيض واللون الغوز. دابا غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، انا عندي هنايا هذا هو الشوكولا اللي ديما كنخدموا لاباط شوكولا 5 سور 5، هذا هو اللي كنستعملو ديما وكتصدق لي به. بالنسبه للجليكوز عندي هنا كيلو ديال الشوكولات، غادي نستعمل 4 المعالق كبار ديال الجليكوز، 4 المعالق كبار ديال الجليكوز. هاد المقادير اللي غنعطي ديال كيلو ديال الشوكولا. بالنسبه للوراق الجيلاتين، 4 ديال الوراق في كل كيلو، كل كيلو الشوكولات فيه 4 ديال الوراق. عندي هنايا سكر غلاسي سبيسيال، كيطلبوا مني البنات كيقولوا لي شنو هو السكر غلاسي سبيسيال اللي كتخدمي به. هذا هو اللي كنخدم به انا، السكر غلاسي صراحه زوين، هذا هو اللي كنخدم به البنات. راه ما كاينش سكر غلاسي سبيسيال بالعبار، كاين شي اخوات كيقول لك بانهم كيشريوه بالعبار، راه ماشي بالعبار هذاك، راه عمر سكر غلاسي سبيسيال ما كان بالعبار، ديما سكر غلاسي سبيسيال كيتباع في هاد الساشيات. هذا هو سكر غلاسي انا اللي كنستعمل، ولكن على حسب كل مدينه. حنا في مدينه فاس عندنا هذا اللي كناخذو انا مع عند الهري اللي كنتقدى. كنشوف الاخوات في لا في كازا ولا في الرباط ولا في مدن اخرى عندهم سكر غلاسي مغاير على هذا، ولكن هو راه باين سكر غلاسي، راه باين على السكر العادي. بالنسبه اللي غادي نلون بيه، عندي هنايا لاغون ديال الفخيز ولا الفرومبواز، بجوجهم كلك تلونيهم. الا ما بغيتيش ديري الموس، هو بهذا المنسيم باش كيجي زوين، كيعطي نكهه زوينه لاباط شوكولا وكيعطيها اللون او ميم طو في وقت واحد. ولكن الا بغيتي ديري غير اللون، كتاخدي داك اللون الاحمر وكتبقاي معاه، كتزيدي غير شويه بشويش باش ما خصكش يجيك مغلوق، خصو يجي باش يجي اللوين الغوز اللي باغا انتي. ولكن داك الغبره، داك اللون غبره ما كيعطيش نكهه زوينه، على خلاف هاد النكهه هادي كتعطي نكهه الصراحه زوينه لاباط شوكولا. دابا غادي نبداو على بركه الله. كنتمنى باش نكون وضحت لكم المكونات كامله ديال لاباط شوكولا. دابا غادي نبداو ان شاء الله التحضير ديالها، تبعوا معايا البنات. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي هاد 4 ديال الوريق هاد الجيلاتين، غادي نفزقوهم هنا في الماء ضروري، هما اول حاجه كنبداو فيها، خصنا نفزقو الجيلاتين هو الاول. صافي على هاد الشكل غادي نخليه حتى ندوب الشكلات ان شاء الله باذن الله. كناخذ واحد الكاسرونه، غادي ناخذ الشوكولا ديالنا، الشوكولا بهذا الشكل كنحلو كله داك الشوكولا كنوضعوه هنايا. دابا على نار مهيله غادي نحاولوا ندوبوا داك الشكلاط ديالنا، اللي خاف الشكلاط ديالو يمشي يتحرق له يدير حمام ماريا. انا ديريكتومون ديما كنخدم هكا كنقابل الشكلاطي، ولكن ما تزولوش يديكم تحرك حتى يدوب داك الشكلاط مزيان. على هاد الشكل هكا كنبقاو نحركو حتى كيدوب لنا الشكلاط. صافي غنستعمل هكا حتى الشكلاط ديالي يدوب لي مزيان، ما تبقى فيه حتى قطعه ديال الشكلاط يعني يولي سائل. باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نمر ان شاء الله باذن الله ندوب ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. بعد البنات انتما ما داب لي الشوكولا ديالي كما كتشوفوا، غادي نضيف عليه هذا الجليكوز. عندي هنايا 4 المعالق كبار ديال الجليكوز على هذا الشكل. الجليكوز شويش كيلصق، كنسعفو معاه شويه، خصنا ديك الكميه كامله نضيفوها على هذا الشكل البنات. نمزج داك الجليكوز هكا مزيان، نحركو على هذا الشكل. واخا يبان لكم
يبان لكم بان الشكلاط هنا بدا كيخسر. لا البنات راه عادي، راه هذه هي الطريقه ديال لاباط شوكولا. صافي دابا غادي نضيف داك الورق الجيلاتين اللي قطرتهم، ضروري تقطروهم من الماء مزيان. هذه نصيحه من النصائح باش كتنجح لكم لاباط شوكولا، خصهم يقطروا من الماء مزيان، الا بقى الماء راه غضيع لكم لاباط شوكولا. صافي غنضيفوها، نحاول تايا نمزجوها مزيان، ما حيت داك الشوكولا شويش دافي باش تطلق لنا على هذا الشكل. خصي يديكم تكون خفيفه باش منين نكونوا كنضيفوا السكر كلاصي ما نضيفوش كميه كبيره، يعني ما خصش الشكلاط يبرد. صافي على هذا الشكل نستمر حتى ما يبقاوليش باينين داك الطروفه ديال الجيلاتين. من بعد ما داب لي داك الجيلاتين مزيان، دابا غادي نضيف هاد لاغون البنات غير شويه بشويش باش يعطيكم داك اللون الغوز ديال اللي نتوما باغيين. صافي على هذا الشكل تقريبا ضفت واحد المعلقه ما عمرهاش صغيره. صافي غادي نبدا نجمع على هذا الشكل. هي شويش راه كتعي اليد، لانني يعني دايره هنا كيلو د الشكلاط شويش كيخص هاد ليك اليد كتعيا. صافي على هذا الشكل البنات نبداو نضيفو دابا السكر كلاصي شويه بشويه، ما تضيفوش بكميه بزاف لان هي خصها تبقى رطبه. راها منين كتبرد، منين كيبرد الشكلاط، الا كنتو ضايفين واحد الكميه كثيره ديال السكر كلاصي راه غادي تقصح لكم وتعذبكم بزاف في الخدمه. هنايا البنات غادي نضطر باش نخدم بيدي، باش باليد كتعرفي الكميه اللي خصك ديال السكر كلاصي. صافي كندخل بحال هذا الشكل، الا شفتوا اللون بانه ماشي هو اللون اللي نتوما باغيين كتزيدوا اللون ديالكم. انا غادي نسالي ونقول لكم شحال دخلت لي بالضبط ديال السكر كلاصي في هذا القياس هذا. انتوما كتخدموا حتى تشربوا لها سكر كلاصي الكميه كامله اللي ضفتوا لها، عاد ضيفوا الكميه الاخرى. ضروري باش تخدموها بيديكم باش يبان لكم القياس ديال السكر كلاصي اللي غادي تضيفوا. هانتوما البنات هذه هي عجينه السكر ديالي، هانتوما كما كتشوفوها ما كتلصقش في اليدين وفي نفس الوقت طريه بزاف. هانتوما كما كتشوفوها يعني كتساعدكم في الخدمه. صافي دابا غادي نوضعها على جنب وغندوز باش نصوب لكم بنفس الطريقه العجينه البيضاء بالملون الابيض. العجينه البيضاء ضروري كنديروا لها الملون الابيض لان كتعرفوا الشكلاط الابيض يعني ماشي ابيض ناصع، راه كيروم واحد القليل الصفوره، كنزيدوا له داك الملون الابيض باش كيعطينا داك الابيض الناصع وكيجيو حتى في لي صابلي ديالنا وفي لي طارت كيجيو باينين. دابا غندوزو ان شاء الله باذن الله باش نصوبوا لاباط شوكولا البيضاء. بالنسبه لاباط شوكولا البيضاء نفس المقادير، غير فعاود داك المنسم ديال الفخاز. عندي هنايا الغبره البيضاء، هنايا هذه بيضاء. اول حاجه كما كنديرو كناخد داك ديال كنديروه في الماء، داك الجيلاتين ديالنا اول حاجه كنديروه في الماء. ناخذو هنايا الكاسرونه ديالنا نوضعو فيها داك الشوكولا، يعني نفس المراحل افعاوت داك الملون. انا اللي درت نسمه غوز، كندير داك الغبره البيضاء داك الملون الابيض باش كتجينا هاد لاباط شوكولا ناصعه.
ناصعه مزيان، ما كتجيش كترم الصفوره، كتجي بيضه مزيانه البنات. صافي غادي نستمر هكا ندوب هاد الشكلاط ديالي ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. من بعد ما ذوبنا الشكلاط هانتوما البنات كما كتشوفوه ولا سائل، غنضيفوا ليه هذا الجليكوز كما قلت لكم 4 د المعالق كبارين عامرين على هذا الشكل. من الاحسن نتوما ما تخويوش بزلافه، نيشان من الحك ديالو تخويوه باش ما يعذبكمش. هاد الكميه كامله خصنا نخويوها ولا راه ما غاديش يصدق لنا. انا غادي نقول لكم بالضبط الكميه البنات اللي غتبقاو ديرو. صافي على هاد الشكل، صافي كنوضع دابا وغادي نحاول باش ندوبو في وسط منو. دابا غادي نضيف له هذا الجيلاتين، 4 القطع ديال الجيلاتين، كل كيلو ديال الشكلاط فيه 4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين. ضروري البنات ما تنشفوه مزيان من الماء. صافي دابا غادي نستمر كنحركو، واخا يبان لكم بانه راه بقى كيتقطع لنا داك الشكلاط، كما قلت لكم ما تخافوش عادي غير حركو مزيان، وخصو شويه الخدمه. ها هو كيولي رجع كما كان على هذا الشكل. غادي نحطوه جانبا، ناخذ هذا الصحن فاش غادي نخدم باش ما باش ما يعذبنيش. غادي نوضع فيه واحد القليل ديال السكر كلاصي باش منين نخويو داك الشوكولا ديالنا والجليكوز ما يلصقناش على هذا الشكل. راني غنعطيكم بالضبط شحال دخل لي ديال السكر كلاصي. صافي نحاول باش نخوي هذه الكميه هكا. ناخذ البنات هاد الطويصه هادي كامله كدير 5 دراهم، كلها كنخويوها في الكيلو ديال الشكلاط، كتكون شويش حبيبات. حاولوا تدوزوها في نتوما البنات. صافي وغادي نضيف سكر كلاصي من الفوق، يعني كيف ما بغيتو تخدموا بالطريقه الاولى اللي خدمت ولا هكا، المهم طلعنا لاباط شوكولا ديالنا. هانتوما البنات غنبدا ندخل داك لاباط شوكولا، كما كتشوفوا هانتوما الشكلاط صفر، الا خليناه بداك اللون ما زدنالوش داك الملون الابيض ما كيجيش الصراحه المنظر ديالو زوين، بالاخص فداك لي صابلي ديال السبايا كيخص داك البيض يجي بيض ناصع. صافي غنستمر هكا، غنضيف السكر كلاصي. شتي هكا بهذه الطريقه اللي فرشت له السكر كلاصي من الفوق ومن التحت، ما غتعذبكمش، ما تلصق لكمش كاع في الصحن. صافي استمروا هكا، نزيدوا له السكر كلاصي. على هذا الشكل صافي غنستمر هكا حتى ندخل داك السكر كلاصي كامل اللي كافيه اللي غادي يكفيه لهاد الكميه. كما قلت لكم انا نقول لكم شحال هاد الجليكوز وبالضبط ولا السكر كلاصي باش تجيكم طريه ما تجيكمش قاصحه. صافي غنستمر هكا حتى نسالي لاباط ديالي. البنات كما كتشوفوا هذه هي لاباط شوكولا ديالنا منين وجدات. هانتوما كما كتشوفوها ما كتلصقش في اليدين يعني وطريه، هانتوما على هذا الشكل. هذه لا صوبت قبيله تبردت، هانتوما كتشوفوها مازال طريه. الى عجبكم البنات لا فيديو ديالي ما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير وبارطاجيو لي فيديو ديالي مع الاهل والاحباب كي تعم الفائده. وشكرا البنات على تشجيعاتكم، كنتمنى باش تجربوا ان شاء الله باذن الله هاد لاباط شوكولا سهله من اسهل لاباط شوكولا، وكتصدق كتجي زوينه حتى البنه ديالها كتجي رائعه. بالنسبه البنات سمحوا لي ما قلت لكمش الجليكوز كديروه في كل كيلو ديال الشوكولا كديروها الطاسه ديال الجليكوز، كتنقصوا منها معلقه كبيره عامره، كتنقصوا منها غير معلقه كبيره عامره. يعني انا راني احتاجيت هنايا بحال هاد الطاسه ونقص منها معلقه، وهنايا احتاجيت بحال هاد الطاسه هكا ونقص منها معلقه.
وبالنسبة لبنات السكر كلاصي، في كل كيلو ديال الشكلاط كتدخل 850 غرام، 850 غرام ديال السكر كلاصي. انا هذا هو القياس اللي بالضبط منين ساليت عبرت لكم باش نقول لكم بالضبط العبار اللي دخل لي. صافي، هذا هو العبار ديال السكر كلاصي وديال الجليكوز. وبالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بها البنات، يمكن لكم تحتفظوا بها حتى عام كامل، ما كتخنز ما كتدود ما كيوقع لها حتى شي حاجه. انا كي كنسالي منها كنديرها في بلاستيكه باش ترتاح لي، ما تخدموش بها داك الساعه باش ما تبقاش تلصق لكم في يديكم. عندي واحد البيفي اللي كان مخبعه فيه داك المراشم وداك الشيء تما كنحتفظ بها. وبالنسبه للثمن ديال البيع ما بين 70 درهم حتى 80 درهم، هذا هو الثمن البيع ديالها.